السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله لا نبي بعده. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada siang yang berbahagia ini. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama melanjutkan membaca Al-Quran surah Shad mulai dari ayat 43. Insyaallah akan kita selesaikan juz ke-23. Nah, bagi jemaah yang sudah hadir, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share, semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap yang seperti ini, agar bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar, biar tahu bagaimana cara membaca huruf A, cara membaca huruf Ain, ya, perbedaan antara A dan Ain, keluarnya di mana, dan cara mengenal tajwid-tajwid ini semua ada di dalam PDF buku tahsin. Nah, seperti ini dibaca panjang atau tidak, ya. Ini bacaan gharib, qalqalah itu hurufnya ada berapa, cara bacanya gimana, motivasi, sifat-sifat huruf, misalnya alif. Alif itu punya sifat jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat. Terus ba, ba itu punya sifat jahar, syiddah, istifal, infitah, idlaq, qalqalah, ya. Dan semua masalah-masalah lainnya ada di dalam PDF buku tahsin yang lengkap ini. Nah, nanti bagi jamaah yang membutuhkan PDF buku tahsin yang lengkap ini, bisa WA langsung ke nomor kami ke 0852-7544-6954. Nanti PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap ini akan kita kirimkan ke jamaah masing-masing, biar mudah dalam membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Tapi sekarang mari sama-sama kita bacakan surah Shad. Kita awali bacaan kita dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات طرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم
من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إن خالق بشر إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخ فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. Nah, alhamdulillah, sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini sudah selesai kita bacakan surah Az-Zumar ya. Pada menit ke-18 kita sudah selesai surah Az-Zumar. Sekarang kita lanjutkan ke sudah selesai surah Sad ya. Sekarang kita lanjutkan surah Az-Zumar ya. Kita awali dari bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء
إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم
إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي
ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم
يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال
من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إن لكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan siang yang berbahagia ini alhamdulillah kita sudah selesai membaca juz ke-23. Insyaallah pada pertemuan ke depan akan kita lanjutkan juz ke-24 ya. Kita doakan kepada Allah semoga selesai bacaan ini sebelum bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan nanti kita akan membacakan one day one juz seperti biasanya. Taib, bagi jemaah baru yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.